هاي مش رحلة تخييم ولا رحلة سفاري، هاي رحلة الفقد وخيام النزوح. النزوح من أقصى شمال القطاع إلى أقصى الجنوب بالقرب من حدود المصرية. في كل خيمة في قصص ل 2,300,000 غزاوي، أو بالأحرى 2,282,000 غزاوي، لأنه عملياً فقدنا 20,000 غزاوي في هاي الحرب. لو ما قدرنا نلاقي طبخة للأولاد نطعميهم، بيكون الحل خبز عصاج مع علبة جبنة، علبة فول، أي شيء من المعلبات اللي للأسف سعرها صار غالي كتير، مش كل الناس قادرة تجيبها. احكي لي قصتك مع الطحين. قصتي مع الطحين، أنا مسؤول عن عيلتين، عيلتي 8 أفراد وعيلة أخويا 6 أفراد. بدنا طحين، استلمنا أنا كيس هو كيس، كان يقعد عندنا الكيس 20 يوم، بالحرب والله 4-5 أيام ما بقعد. طيب بدنا ناكل، عندي أطفال، عندي بنت مريضة، روح جيبت كيس 300 شيكل ما يقارب 100 دولار، بعدها جيبت كمان كيس ب100 دولار، مش 300 شيكل. الآن ما في طحين ولا في دقيق، صح لنا مساعدة فيها ماكرونة، يوم بناكل ويوم ما بناكل. هذه قصتنا مع الطحين. وضع الناس مدري الآن، عائلة من أحسن العائلات في مدينة غزة ومن أهل من يافا، هم جيراننا يفترشون الأرض ويلتحقون السماء. يعني أنا قد ما أحكي مش هغطي على الوجع تاع الناس، كله مبين، كله مبين. قبل ما أحكي عن أولادي، أقسم بالله العظيم يوميا قلبي يبكي، يوميا قلبي يبكي. في أول أو ثاني أيام الحرب شاهدت سيدة فلسطينية تصرخ في مستشفى الشفاء تبحث عن أولادها المفقودين أو الشهداء، وتقول أولادي ماتوا وهم جوعى. هذا ما يعتصرني ألما، وأنا مثلها، أولادي وأولاد أخي بحوزتي تحت مسؤوليتي، لن أقدر أن أوفر لهم لا طعام ولا كساء ولا شراب. رحلة الأم في البحث عن أكلة لصغارها، لما بنحكي أكلة ما بنحكي عن طبخة أو شيء من عمايل البيت، أسمى أمانينا بيكون شوربة العدس. سيدي حكالي زمان إنه ما في حد بيموت من الجوع، ولكن للأسف في غزة الناس ماتت من الجوع ومن العطش. المشكلة مش بس هان، تخيل تكون بدك تقضي حاجتك في دورة المياه وبعد معاناة توصل لهذا الحمام أو لدورة المياه وتلاقي فيه طابور قدامك ساعة أو ساعة ونص، وغير هيك تكون أنت بدك دور عشان تقدر تعبي جلن مية عشان تقضي حاجتك. تهجرنا من الشاطئ على الشفا، قعدنا شهر نعاني لا مية ولا كهرباء، وبعد الشفا صارت القناصة تطخ علينا من الأبراج. طلعنا مشيا على الأقدام من الشفا على الساحة، يعني خوف ورعب، وشفنا في طريقنا شهداء. إحنا الفلسطينيين مضطهد حقنا من يوم التموعيد على الدنيا وإحنا بالحروب. كيف ظروف حياتك اليوم؟ أنا مش مأساة. شايف مش شايفكوا قاعدين في خيمة. لا فيش خيمة، أنا إلى 20 يوم بدون خيمة، أنا وهيها سلفتي
أنا 12 نفر، أنا عندي طفل شهرين هيو، عندي شفته بعد 14 سنة، عندي طفلة 3 شهور قاعدة هان بالعراء، يعني طول الليل أولادي مسكين فيها لدرجة إنهم فنوا علي من البرد. شو بالطعم الأولاد؟ كيف بتوفري لهم أكل؟ زعتر، جبنة مثلاً، لو واحد حنا بطلب مني أكل بقول له ما فيش، بشوف الناس اللي بتعمل فراشيح بقول له روحي شحط فرشة، صرنا زي المتسولين، ما كانتش حياتنا هيك في غزة. يعني حياتنا كانت رفاهية وأكل وشرب وطلعة وعيش، بس لقيت فيش. شو بتتمني؟ بتمنى خيمة. بتمنى خيمة، لقيت الخيمة عندي إياها زي شو فيلا. أنا كنت أمنية عمري إني أجوز ابني، إني أروح أزور الرسول، لكن صارت أمنية عمري أرجع بلادي ما أتهجر. أنا وكل الدنيا بتقول لك نفس الكلام. أنا امبارح المصري يقول له ابني أوعك تطلع من أرضك يا واد. قلت له إحنا عشنا فيها وبدنا نموت فيها. فلسطين هذه مين بتسيب فلسطين؟ فلسطين عروسة الشرق الأوسط. وين نروح؟ احنا تربينا فيها، نعزينا فيها، والله ما بنطلع منها لو عرقابنا. بس اليهود لما صارت تضرب فينا في القذائف اضطرينا نطلع عشان الشباب. اليوم بحكوا في منخفض جديد جاي، انتوا فيش خيمة الآن، ايش كنت تعمل؟ بدي اقعد تحت، في ناس بياخذوا لك مكان يعني زي مترين، بنضلنا طول الليل هيك عاملين، هيك عاملين زي ما انت شايف هيك عاملين، وهذا بيحط راسه على حضني وهذا بيحط راسه على حضني. شو أكثر شيء خايفة منه؟ خايفة من اللي جايينا، من الأكثر، خايفة ما نرجعش على غزة. اشتقت لدارك؟ هلا داري هلا. نفسي أرجع غزة، نفسي أرجع بيتي اللي راحت فيه، أكلي فيه، شربي فيه هلا. نفسي ألاقي لي مأوى. أنا والله شايفك بتعيط لي 20 يوم. عندنا العتب خير من الساق على بنية. إحنا هذا أنا يعني أنا كان معايا قرشين راحوا، ما معايا مصاري، ما عندي صفقة طحين، ما معايا شاكل، ما عندي قنية مية لأولادي، فيش. الغزاوي في هاي اللحظة نفسه فقط إنه الحرب توقف، شوي شوي يرجع الأمل في قلبه، يعمر بيته، يرجع للمنطقة اللي طلع منها. الفلسطيني بالمجمل نفسه يعيش زي كل العالم، يشوف أولاده حواليه كاملين، يشوفهم بيضحكوا مبسوطين، لأنه بالنهاية الفلسطيني إنسان وكلنا هان بشر.